يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة كالعادة، عندنا أخبار كتير على مختلف الأصعدة، سواء محليا عالميا أفريقيا، وبالتحديد كمان كل ما يخص يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله على مدار فقرات متعددة من حلقة اليوم. فبالتالي خليكم مركزين معانا لحظة بلحظة في حلقة النهاردة تحديدا. كلام كتير كمان هيكون على منتخبنا الوطني اللي بنتمنى له كل التوفيق بداية في بطولة الأمم الأفريقية ودور الـ16 ومواجهة الأربعاء الهامة جدا والصعبة جدا جدا أمام كوت ديفوار. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا. برضه هنشوف إيه آخر الكواليس وآخر الأخبار تتعلق بمنتخب مصر، لأن ده الحدث الأبرز والأهم خلال الفترة الحالية. بننتظر كمان تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، هو أيضا بيتعلق بمنتخبنا، مش في بطولة الأمم الأفريقية لكن بيتعلق بتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم ومواجهة السنغال. وفي رأيكم إيه اللي بيحتاجه منتخب مصر لعبور عقبة السنغال الصعبة جدا في الجولة الحاسمة لتصفيات المونديال؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقة النهاردة، ومن خلال أيضا صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. كالعادة البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف يلا. في ترند الأهلي، الجهاز الفني يجهز اللاعبين الكبار لمواجهة سموح. وفي الترند المحلي، المنتخب يواصل الاستعداد لكوت ديفوار. وأخيرا، كاف يختار أسيست السلية الأفضل في دور المجموعات. أخبار في الحقيقة كلها غاية في الأهمية، وعناوين أيضا هي جزء من اللي هنتكلم فيه على مدار حلقة النهاردة. لكن بالتحديد خليني أقول لحضراتكم أهم المباريات في مختلف البطولات النهاردة، لأن النهاردة بصراحة في حفلة ماتشات، يعني ماتشات كتير جدا جدا في دوريات أوروبية، وبالتحديد كمان بداية دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية. فبالتالي هنترقب كل هذه المباريات، بعضها ابتدى وبعضها هيبتدي لسه. فخلينا نبتدي ببطولة كأس الأمم الأفريقية وأول مباريتين في دور الـ16 من البطولة، وهو دور حاسم بكل التأكيد. الساعة 6 بوركينا فاسو مع الجابون، مواجهة قوية جدا ومتكافئة إلى حد ما. والساعة 9 بالليل نيجيريا مع تونس، كل التوفيق للمنتخب التونسي الشقيق اللي يعني للأسف عنده إصابات كورونا، في البعض هيبتدي يرجع احتمال منهم اتنين شوفيو تماما إن شاء الله، مستنيين موافقة الكاف عشان يشاركوا في مباراة اليوم الساعة 9 بالليل. كل التوفيق لمنتخبنا أو المنتخب الشقيق جدا، المنتخب التونسي والشعب التونسي إن شاء الله يفرحوا النهاردة من خلال هذه المواجهة ويتأهلوا لربع النهائي. أما بخصوص الدوري الإنجليزي، فالنهاردة في أربع مباريات بيتلعب منهم دلوقتي في هذه اللحظات ثلاثة، الثلاثة ابتدوا الساعة 4. أول مباراة كريستال بالاس مع ليفربول، الشوط الأول انتهى بتقدم ليفربول الهام جدا جدا، لأن امبارح مانشستر سيتي وقطار مانشستر سيتي تعطل أمام ساوثامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1. فبالتالي ليفربول يعني مهمة قوي إن هي تكسب ماتش النهاردة، وكمان هيكون ليها ماتش كمان مؤجل، فبالتالي ممكن الفرق يوصل لست نقاط، فمش هيبقى في حاجه بعيده، يعني هتبقى الامور يعني الى حد ما قريبه. فبالتالي تقدم مهم لليفربول، احرز الاهداف في الشوط الاول فيرجيل فان دايك من اسيست ركنيه لروبرتسون، وروبرتسون ايضا عمل اسيست ثاني في الهدف الثاني لتشامبرلين عشان يكون تقدم مريح نسبيا قبل بدايه الشوط الثاني او اللي بيبتدي في هذه اللحظات وانا بتكلم مع حضراتكم. المباراه الثانيه ليستر سيتي مع برايتون، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكانت نفس النتيجة أيضا في مباراة أرسنال مع بيرنلي، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي. في قمة بقى هتكون الساعة 6:30 يعني بالليل، وهي مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، مباراة مهمة جدا الاثنين. تشيلسي يعني متعثر بقاله فترة، إخفاقات متتالية، تعادلات وهزائم، وتوتنهام ايضا يعني نتائجه مستقره الى حد ما مع كونتي، ولكن بيفوز بصعوبه. شفنا المباراه الاخيره اللي فازوا 3-2 على ليستر سيتي في جونين في الوقت بدل الضايع يعني. فمباراه هتكون قويه جدا الساعه 6:30. طيب الدوري الاسباني بقى، تعالوا نشوف المباريات بتاعه النهارده. في مباراه ابتدت الساعه 3، غرناطه مع اوساسونا، اوساسونا فاز 2-0، ريال مدريد مع اليتشي كمان ربع ساعه الساعه 5:15، ريال سوسيداد مع ختافي الساعه 7:30، وفي نفس التوقيت رايو فالكانو مع اتلتيك بلباو.
والساعة 10 بالليل دوبرتيفو ألافيز مع برشلونة. الدوري الإيطالي انتهت مباراة كالياري مع فيورنتينا بالتعادل الإيجابي 1-1. الساعة 4 في 3 ماتشات ابتدوا، تورينو متقدم مع نهاية الشوط الأول مع على ساسولو 1-0، نابولي متقدم على ساليرنيتانا 2-1، وسبيزيا متعادل سلبيا مع سامبدوريا بدون أهداف. الساعة 7 إمبلي مع روما، و10 إلا ربع ميلان مع اليوفي. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف البطولات حول العالم. خلينا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل بقى عندي جزئيه مهمه جدا عايز اتكلم فيها وهي خاصه بكاس الرابطه، يعني موضوع مهم كده نتكلم فيه بيتعلق بالتحكيم وبيتعلق بالنتائج، ويعني استنونا بعد الفاصل هنتكلم في كلام مهم. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. كاس الرابطه بطوله مفيده، ما حدش يقدر يختلف على كده، بالتحديد بما اننا يعني بنتكلم عن النادي الاهلي فهو الاكثر استفاده من هذه البطوله بعد ما اتبع سياسه مختلفه في مباريات البطولة دي بالدفع بعناصر كتيرة جدا جدا من الشباب، واللي أثبتوا بصراحة جدارتهم وكفاءتهم بشكل ممتاز جدا، وأثبتوا قد إيه إن في شغل جيد بيحصل في النادي الأهلي وكمان بالتحديد في قطاع الناشئين. والموضوع مش وليد الصدفة أو مش فجأة كده لقيت الناشئين لعبوا وبقوا كويسين، لا، ده ناتج عن جهد كبير جدا جدا وعمل شاق على مدار سنوات عديده في القطاع، فنتج عنه ايه؟ نتج عنه الشكل الجميل اللي احنا شفنا عليه شباب النادي الاهلي. فدي سياسه اتبعها النادي الاهلي، لعب 3 مباريات، اتعادل في 3، ما خسرش ولا ماتش بالشباب، فدي حاجه جيده بالمناسبه، لان انت بتلعب كل الفرق، فرق اساسيه، الفرق اللي بتلعب الدوري الممتاز، يعني مقاولين بفريقه كامل، الجونه كذلك، مين تاني يا جماعه لعبناه بفريقه الاسماعيلي، فاهم؟ فالموضوع بالنسبه لك يعني ايجابي جدا ومكاسب كتير بالنسبه للنادي الاهلي من البطوله دي. لكن في الحقيقه يعني الاهلي غير، وفي حاجات كتير جدا بتتغير، لكن مستوى التحكيم بصراحه في بعض المباريات كان كويس جدا، لكن مباراه امبارح بصراحه بالتحديد يعني مباراه المحله والزمالك اللي فاز فيها المحله 3-0، نتيجه كبيره قوي قوي على فريق كبير جدا زي فريق نادي الزمالك، 3-0، شهدت خطأ جسيم. وانا هقول لحضراتكم خطأ جسيم ليه، هو مش تقديري، هو في رؤيتي وفي رؤية الكثير من الناس هو خطأ متعمد، خطأ تحت سياسة الاحتواء اللي الواضح جدا جدا ان كان التصريح مش طالع بشكل تلقائي كده، لا، هو واضح ان في حاجه في الاتجاه ده، مش عارف، مش عايز ادخل في النوايا، بس اللقطه صعبه قوي. ضربه جزاء صحيحه مليار في الميه، مليار في الميه، مش 100% ولا مليون في الميه، مليار في الميه، والله، للمحله في مباراه الزمالك. وبالمناسبه سيبك، مش بتكلم هنا على الخطا عشان الزمالك خسر من المحله 3-0، لا لا خالص، مش هي دي القصه. لو الخطا ده حصل ما بين المحله والاسماعيلي او اي فرقه وفرقه تانية، فيوتشر وفاركو، اي حد، هنطلع نقول ان ده خطا غريب وجسيم جدا جدا. فيا ريت لو نعرض اللقطه كصوره عشان نشوف، افكر حضراتكم بيها، هي دي اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه. الراجل بيعدي من عواد، وعواد عرقله بايده بشكل واضح جدا جدا، ومع ذلك بص بقى الخطا الجسيم ليه. الحكم قول في اول وهله قال لك لا ما فيهاش حاجه، قال لك ما فيهاش حاجه عادي، مش ضربه جزاء. فالفار كتر خيرهم الناس بيقوموا بواجبهم المفروض يعني بيقوموا بيه على طول، ها، قالوا له لا تعالى يا كابتن بعد اذنك بص على اللقطه دي. الغريب في الامر والغريب جدا جدا ان الحكم، قولوا لي يا جماعه اسمه ايه بس بعد اذن حضراتكم، الحكم راح بص على اللقطه وقال لك برده مش ضربه جزاء. يا راجل يهديك يرضيك، قال لك مش ضربه جزاء. يا عم طب الراجل حاطط ايده اهي ومكعبل وعامل عرقله لمهاجم المحله، قال له لا ماليش دعوه مش ضربه جزاء. طب ازاي؟ من انهي اتجاه؟ ازاي الكره دي مش ضربه جزاء؟ ما تعرفش. طب ايه القانون اللي بيقول كده في الكوره؟ ها، ايه القانون؟ ايه البند اللي في التحكيم يقول كده؟ ايه اي حاجه تقول كده؟ مفيش. طيب شكرا. الحكم عبد العزيز السيد، تمام؟ فقالوا له يا كابتن عبد العزيز تعالى بعد اذنك شوف اللقطه. يا كابتن عزيز طب احنا بنعيدها عليك اهو، قال لا ماليش دعوه هي مش ضربه جزاء، اصل احنا بنحتوي
واضح كده ان دي سياسه احتواء متبعه. طب هنفضل فيها لحد امتى؟ هل دي عداله؟ هل هي دي الكوره اللي المفروض نشوفها في مصر؟ هل هو ده المستوى التحكيمي اللي المفروض نشوفه؟ وبصراحه برضو عشان يعني الواحد يقول الحق، في بطوله كاس الرابطه المستوى التحكيمي الناس يعني لجنه الحكام زي ما انتقدناهم ممكن نشيد بيهم في جزئيه صغيره قوي، ان هم دفعوا بعض الحكام الشباب على غرار ما الاهلي عمل مثلا في فرقته وهو بيلعب في الماتشات بتاعه كاس الرابطه. الاغلبيه منهم بصراحه عملوا مباريات كويسه بصراحه، لكن الكابتن عبد العزيز امبارح لا، خطا لازم يتوقف عنده كتير ولازم يحاسب عليه. وانا منتظر بصراحه الكابتن عصام فتحي يطلع اقول لا هي مش ضربه جزاء، دي تبقى كارثه سودة بقى، دي تبقى مصيبه سودة لو قال لك مش ضربه جزاء. تاني اهي بنعيدها لحضراتكم يعني ايه اللقطه عشان تفتكروها بس، وانتوا عارفين احنا بنتكلم على انهي لقطه. فالحكم شايف، هو قعد يعيدوا له اللقطه في الفار، يا سيدي بص يا كابتن بص مفيش فايده. فنفسنا ان الامور تتعدل في الموضوع. طيب الشق الثاني اللي عايز اتكلم فيه بعيد عن التحكيم، امبارح الزمالك فريق كبير جدا جدا طبعا، محدش يقدر يختلف على كده، خسر بنتيجه كبيره جدا قدام غزل المحله، فريق محترم قوي السنه دي بصراحه، ودي خساره ثانيه على التوالي للزمالك، وكمان بعد التعادل الاول مع انبي في كاس الرابطه. فانا بقى ايه قعدت قلت ايه، انا تابع بقى البرامج واكيد البرامج كلها ها هتطلع تقول كارتيرون لازم يمشي، ما فيهاش ما اكيد هيقولوا كده. ان انا الاقي برنامج واحد من البرامج بينتقد كارتيرون وبيقول ان لازم يكون في تغيير في الجهاز الفني، مفيش. في الوقت يا مؤمن اللي احنا بنلاقي فيه موسيماني بيكسب مع الاهلي وبيتعادل بالشباب، ومع ذلك بيتقال لك ايه موسيماني لازم يمشي. طب ازاي؟ طب اشمعنى؟ ده امر غريب للغايه يعني. قعدنا ندور نشوف مفيش، ما حدش قال كارتيرون يمشي رغم ان النتائج سيئه جدا في نادي الزمالك. في المقابل بتلاقي موسيماني بيكسب برضه لازم يمشي. فانا نفسي الاقي رد على السؤال ده بصراحه. نفسي الاقي رد على الجزئيه دي، فدي جزئيه ثانيه برضه حبيت اعلق عليها لان الموضوع بقى غريب ومبالغ فيه في الحقيقه، لكن في كل الاحوال الاهلي ماشي في طريقه وماشي بشكل كويس جدا وعنده مشروع وسياسه مهمه جدا بيتبعها خلال الفتره الاخيره، والفتره اللي جايه كمان هيكون فيه العناصر الاساسيه عشان يتم تجهيزهم من كاس العالم، والاهلي مخطط لاموره بشكل مميز يعني. ده فيما يتعلق بكاس الرابطه وكل الامور اللي حصلت على هامش هذه البطوله. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض التفاصيل الأخرى. استنوا يلا بينا. طيب تعالوا نشوف أخبار الأهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسمية المختلفة وإيه اللي اتقال على الأهلي النهاردة، ونعلق عليه ونوضحه لحضراتكم بشكل مفصل، ونبتدي ب يلا كورة وحسابهم، أو عفوا بالتحديد في الجول وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا بعثة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية ستضم 65 فردا. مجلس إدارة الأهلي اعتمد تشكيل البعثة الرسمية للنادي في بطولة كأس العالم للأندية بدولة الإمارات والتي تضم 65 فردا. نتمنى يا رب إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه البطولة. والبعثة أكيد يعني بتضم اللاعبين، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، الجهاز الطبي، بعض من أعضاء الإدارة التنفيذية، بعثة إعلامية خاصة بمركز إعلامي وقناة النادي بإذن الله، فبالتالي كلها أمور هتكون مهمة. فتعالوا نروح للوطن سبورت وحسابهم على فيسبوك أو على تويتر، قالوا إصابات الأهلي قبل كأس العالم للأندية، وإحنا متابعين للأسف الشديد عدد الإصابات اللي يعني تضرب الأهلي على مدار الأيام القليلة السابقة. كانت البداية بدر بنون وغياب 5 أسابيع، مضاعفات فيروس كورونا، وقلنا لحضراتكم كل الأمور دي امبارح وعلقنا لحضراتكم عليها. فبالتالي بدر بنون غيابه هيكون أكيد يعني مؤثر شوية، لأن بدر من اللعيبة اللي بيتم الاعتماد عليها بشكل كبير جدا في طريقة اللعب الخاصة بالأهلي. محمود متولي لسه موضوع العضلة الأمامية، فحتى لو جاهز حتى لو رجع مش هيكون جاهز لكأس العالم، فبرضه استبعد محمود متولي بره القصة. أكرم توفيق للأسف الشديد أحد أبرز اللاعبين هذا الموسم، قطع في رباط الصليبي مع منتخب مصر، فبالتالي غياب طويل. محمد محمود المباراة اللي فاتت شد في العضلة الخلفية، هم هنا كاتبينها الأمامية، هي المفروض العضلة الخلفية 10 أيام. حسام حسن 14 يوم عضلة السمانة. أحمد نبيل كوكا 45 يوم مضاعفات فيروس كورونا، وقد يعني المدة تطول عن كده كمان بالنسبة لكوكا، نتمنى له رب الشفاء. صلاح محسن
8 اسابيع جراحه في مشطيه القدم، فبالتالي برضو بعيد عن كاس العالم. هتيجي تقول لي ما هو برضو العناصر دي ما فيش منها غير 2 3 بالكتير قوي الاساسيين، هقول لك بس حتى ال2 3 دول مؤثرين جدا. والجزئيه الثانيه كمان ان انت اصلا عندك لعيبه المنتخب، يا رب كل التوفيق باذن الله، باذن الله المنتخبنا في ماتش الكوت ديفوار ويصعدوا، ومصر اهم من اي شيء. وانا بقول لحضراتكم الكلام ده اهو من جوه قناه النادي الاهلي، وممكن يكون ناس كتير متحمسه شويه تقول لك حتى لو منتخب خسر طب ما نجس بقى بالاهلي في كاس العالم. لا يا جماعه، الاولويه دايما لمنتخب مصر طبعا، ده امر ما فيش خلاف عليه اطلاقا اطلاقا، يقول غير كده يبقى غلطان بصراحه. ففي كل الاحوال انت عندك عدد من اللعيبه بعيده عنك موجوده مع المنتخب اللي باذن الله يكمل مشواره ويجيب لنا البطوله ويرجع يعني. فالظروف عكس الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. هتقولوا لي طب ايه الحل؟ وجهه نظري انا الحل في ايه؟ ان احنا ما قدرناش غير حل واحد بس، ان احنا ناخد بطوله دوري ابطال افريقيا مره ثالثه عشان نروح كاس العالم كاملين وجاهزين باذن الله. ودي حاجه مش بعيده عن النادي الاهلي خالص، وهيبقى حاجه جديده تتحقق ان احنا باذن الله ناخد البطوله 3 مرات ورا بعض. وهنفضل نحاول لغايه كمان لما نجيب ميداليه متقدمه عن المركز الثالث في كاس العالم، دي ما تكونش البطوله باذن الله تعالى. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، ومن خلال يلا كور، وبيتكلموا على فريق مونتيري اللي هيقابل الاهلي، مونتيري المكسيكي واللي بيمرنه اجيري المدير الفني ليهم والسابق او الاسبق لمنتخب مصر. وكان عنده اخر مباراه قبل مواجهه الاهلي كانت بتتلعب امبارح بالليل خالص، يعني ان هو النهارده الصبح يعني، واتعادلوا بنتيجه 2-2 مع كروز ازل، ده فريق في المكسيك في الدوري المكسيكي في الجوله الثالثه تحديدا. وجابوا الجون في اللحظات الاخيره، يعني زي الاهلي كده ما بيجيب جون في اللحظات الاخيره، هم جابوا جون في اللحظات الاخيره وتعادلوا 2-2 بصعوبه في الدوري المكسيكي. وانا بشوف التعادل ده ممكن يكون بيديهم التعادل الصعب ده واللي في الدقائق الاخيره ده بيدي دفعه قويه ودفعه معنويه مميزه يعني. نتمنى ان احنا نكون افضل ان شاء الله ايا كانت الظروف، ما فيش حاجه بعيد عن ربنا. اي حد بيلعب بتشيرت الاهلي، ادينا شفنا الشباب لما لعبوا عملوا ايه؟ ما خسروش وعملوا مباريات كبيره وكانوا اقرب للفوز في اكتر من مباراه يعني في الثلاثه. فبالتالي ما فيش حاجه بعيده، نقدر، هي دي كره القدم، نقدر باذن الله باي لعيب هيلعب مع الاهلي في كاس العالم ان احنا نحقق المطلوب باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض الامور الاخرى اللي بتتعلق بالاهلي وكمان منتخبنا الوطني، فاستنوا.